طلعنا الساعة تسعة من عين عيسى، إجينا مع القافلة الروسية. كان حوالي السيارات الروس تقريبا 7 8 6 من قدام 2 من ورا، وحوالي مدينة تقريبا كان في شي 200 شخص وحوالي 50 سيارة. إجينا مع الرات الروسي، والطريق كان بيها أمان، لا فيها قذف ولا فيها شي، بس كان فيها شوي خوف. الخوف كان فيها، بس غير الخوف ما في، والطريق كان أمان. قبل كان الطريق مسكر طال شيء أسبوع أو أكثر من أسبوع. السبب ضرب الجيش الحر على رت السير السائقين. عدا كذا مرة عدينا لمرحلة التشليح في ضمن الترفيق. من شغلة 15 يوم أو أسبوع بالضبط انقصفت بضربة مدفعية في سيارة، راكب سيارة طبت جنب الاستراد الدولي. في خوف، لأنه هلأ بالليل بطلنا نمشي على الطرقات كلها من سبب القصف والقنص. حاليا في ترفيق عم يمشي قدامنا الروسي واحنا عم نمشي معهم، بس يعني بالنسبة للخوف صحيح عم يمشي الروسي معنا، بس كمان في خوف اذا يعطل معنا اي سيارة على الطريق الروس بده يتركنا على الطريق، بيجون بيشلحونا هالسيارات. من شي فترة السيارة كان محملة الزيت ماشي على الطريق، صار الدنيا المسا، اجوا شلحوا زلمه والزيتات وطبع سياره كلهم وراح.